وللمزيد حول الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، معنا عبر الهاتف الأستاذ مجدي حسن، مدير الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن. بعد التحية فندم، يعني كما شهدنا سيادة الرئيس تحدث وأصر على إكرام اليتيم كمطلب إلهي في تصدير أو تطبيق هذا المبدأ، كيف سيعود علينا مرة أخرى بالاستفادة؟ في البداية برحب بحضراتكم وسعيد بالتواصل مع حضراتكم. بالنسبة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي، هو قطاع بيتعامل مع زي ما حضراتكم بتقولوا فئة، وكلنا بنقوله وبندعم هذا الملف بشدة، ويمكن فخامة الرئيس أكد عليه أكثر من مرة ووجه الوزارة أكثر من مرة إن احنا نشتغل بقوة على هذا الملف. هو ملف بيهتم بأبنائنا الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية. احنا في قطاع الرعاية بنشتغل على أكثر من فئة من أبنائنا، سواء الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية أو الأبناء المعرضين للخطر أو الأولاد مخالفي القانون. وزارة التضامن الاجتماعي اتجهت في ضوء رؤية الدولة المصرية نحو حاجة اسمها اللامأسسة. يعني إيه اللامأسسة؟ يعني إن ولادنا كريم النسب اللي زمان كنا بنقول عليهم المعصور عليهم أو أبنائنا الأيتام، بدل ما يبقوا في مؤسسات رعاية اجتماعية يبقوا داخل أسرة. مفهوم الأسرة هو مفهوم القوة، هو مفهوم تماسك المجتمع، وده اللي فخامة الرئيس والدولة المصرية بتأكد عليه. وبناء عليه ابتدت وزارة التضامن الاجتماعي تشتغل على ملف أو منظومة اسمها منظومة الرعاية البديلة، بمعنى إن احنا بنشجع الأسر تكفل الأبناء. احنا وصلنا لإنجاز كبير جدا في وزارة التضامن الاجتماعي، إن تاريخ التطور للأسر البديلة اللي أصبحت تكفل الأبناء حاليا في مصر قاربت لل 18,000 أسرة، أو ممكن تكون عدت كمان ال 18,000 أسرة. يعني إيه التاريخ التطوري؟ يعني كل الولاد اللي على مدار الفترة من ساعة ما ابتدينا نشتغل في ملف الرعاية البديلة وحتى الآن هم داخل هذه المنظومة، بما فيهم اللي تخرجوا من التعليم واشتغلوا، بما فيهم اللي اتجوزوا. طب اللي موجود حاليا داخل الأسر وصل لحوالي 14,500 طفل مكفولين داخل 14,500 أسرة. ده بيقول ان منظومة الأسرة او مفهوم الأسرة هو النواة الأساسية اللي احنا بنركز عليها، وبناء عليه ابتدينا نشتغل على هذا الملف. فقل عدد الولاد اللي في المؤسسات بشكل كبير جدا، وقل عدد المؤسسات داخل مصر. المؤسسات بتطلع منها نماذج ناجحه كبيره وبنشتغل عليها، وفخامه الرئيس وجه بامر شديد الاهميه خاص بالاسكان الاجتماعي لاولادنا، وفي اعداد كبيره جدا من الاولاد استلمت وتخطينا ال 1000 شقه. الدفعه الاولانيه كانت حوالي 873 شقه، ثم في دفعه ثانيه تخطينا ال 1000 شقه، واولادنا من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه ابتدى كل ابن بيتخرج من مؤسسات الرعايه الاجتماعيه بياخد شقه مفروشه فرش كامل في ضوء توجيهات فخامه الرئيس، وده الوزاره بتشتغل على الملف ده بشكل مهم جدا. ايضا احنا بنشتغل على الجانب التشريعي كويس جدا في ضوء توجيهات فخامه الرئيس. فاحنا حاليا عندنا مسوده مشروع قانون الرعايه البديله، وده قريبا يبقى في مجلس الوزراء. عندنا مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للرعايه البديله، وده قريبا هيبقى في مجلس الوزراء. بنشتغل حاليا كوزاره على بعض التعديلات الخاصه بقانون الطفل المصري، وخصوصا الباب الثامن من قانون الطفل الخاص بالمعامله الجنائيه للاطفال. بنفس الملف بنشتغل مع الشركاء وإيماننا الشديد بدور مؤسسات المجتمع المدني، فبنشتغل على ملف أبنائنا المعرضين للخطر اللي موجودين حاليا في حاجة بنسميها دور الرعاية المفتوحة أو المؤسسات المفتوحة. ليه؟ عشان الطفل اللي موجود في وضعية الشارع أو معرض للخطر، الطفل ده محتاج تأهيل وإعادة دمج، وفي حالة وجود أسرة طبيعية ليه ومعلوم النسب لابد أن يعد دمج أن يتم بشكل إدماجه مرة أخرى. الأستاذ مجدي حسن، مدير الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف لإضافة المزيد من التفصيل إلى تحليل هذه الجلسة والتي حملت عنوان العدالة الاجتماعية والصحة في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023.